القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي تساموا رسول أهل العزائم. القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي تساموا. رأينا من حزب التحرير حقيقة بعض الشبهات، منها الطعن في خبر الأحاد، و السؤال الذي يطرح نفسه إن كان خبر الأحاد. السلام عليكم، معي عندي محاضرة، الله يبارك فيك شيخ خالد، أنت معي؟ برجع بحكي معك إن شاء الله، أو اتصل فيني بعد ساعة بالضبط، الله يرحم والديك. الله يحفظكم، وعليكم السلام ورحمة الله. شوفوا يا أخوان، السؤال المهم هنا الآن، السؤال المهم هنا، كم عدد الأحاديث المتواترة في البخاري؟ قليل جدا، قليل جدا. كم عدد الأحاديث المتواترة في صحيح مسلم؟ قليلة جدا جدا، قليلا، نعم قليلة جدا جدا. إن كان خبر المتواتر مهم جدا في العقيدة، مهم جدا في شوف الطعن في العقيدة الإسلامية، الطعن غير المباشر، الطعن غير المباشر بالعقيدة الإسلامية. إن كان الخبر المتواتر مطلبه ضروري للأمة عقيدة وأحكاما، عقيدة وأحكاما، فلماذا يقدر ربنا سبحانه وتعالى انعدام المتواتر إلا في القليل جدا، واشتمال البخاري ومسلم فضلا عن غيرهما، اشتمال 99% من أحاديث البخاري ومسلم اشتمالهما على خبر الآحاد، وهذه إجابة أنا أعتبرها صاعقة في وجه هؤلاء التحريريين. فإما أن يقروا بخبر الأحد عقيدة وأحكاما، وإما أن يلزموا بالطعن في الدين، وإما أن يلزموا بالطعن في دين الله. واحد من اثنين أبدا. أنتم تقولون خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقائد، طيب السؤال الذي يتوجه بعد هذه الشبهة، ليش ربنا سبحانه وتعالى ما وفر لنا أحاديث المتواتر في العقائد؟ ليش يا رب؟ هل سوف يجيبون على ذلك؟ لن يجيبوا على ذلك، لن يجيبوا على ذلك. نعم. هذه إجابة مهمة جدا، وحقيقة يحصل بها الدفاع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يقول أن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقائد، لو أنه أمعن، طبعا الذي يقولها يثبت أو يكشف عن نفسه أنه جاهل جدا، جاهل جدا بالحديث النبوي عند أهل السنة، جاهل جدا، لأنه لو التزم ما يقول لكانت الخطوة الثانية أن يشك بدين الله، أن يشك بدين الله، لأنه إذا سئل هل يمكن أن تعطينا من صحيح البخاري 50 حديثا متواترا، وهنا سوف ننتظره أن يجيب، أعطينا 50 حديث، العقيدة الإسلامية تتطلب أكثر من حديث، أكثر من 50 حديث، العقيدة الإسلامية تتطلب 1000، 2000، 3000 حديث على الأقل، هذه عقيدة. فإذا طلبنا منه هذا الطلب، أخشى أن يعجز تماما عن ذلك، سوف يعجز عن ذلك، وحينئذ والحمد لله أننا نحن الذين نقول له ذلك.
لو أن النصارى أو الرافضة قالوا له ذلك لألزموه بترك الدين، لألزموه بترك الدين، اترك دينك. شفت؟ هل تلتزم ما تقول؟ أنك لا تأخذ من مسائل العقيدة إلا بالمتواتر، حينئذ سوف لا يجري من المتواتر إلا النادر جدا. حتى إن أهل الحديث قالوا بأنه لا يوجد حديث متواتر، بعض أهل العلم قالوا لا يوجد حديث متواتر إلا حديث من كذب علي متعمدا بس. سبحان الله، لا يوجد حديث. نعم، وهذا قاله ابن الصلاح، هذا قاله ابن الصلاح، لا يوجد متواتر إلا حديث من كذب علي متعمدا. وهنا يبرز سؤال مهم: إذا كان سند خبر الواحد ليس بقطعي، ليش يجعل رب العالمين أكثر روايات السنة من نوع خبر الآحاد؟ من سوف يجيب على ذلك؟ ولهذا قال ابن الصلاح في مقدمته: وما اتفق عليه البخاري ومسلم جميعه مقطوع به، جميعه. والعلم اليقين النظري واقع به، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول. ومن فرد به البخاري ومسلم فهو مندرج في قبيل ما يقطع بصحته لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول. وحتى الكوثري وافق على ذلك، حتى الكوثري عدو السنة وافق على ذلك. نعم، وهذا ما أقر به السخاوي، أن هذا القول قول جماعة أهل العلم، وهو أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم يفيد العلم لاحتفافه بالقرائن، لاحتفافه. هذا ما يقوله أهل العلم، مش أهل الجهل اللي بيمسك لي سيجارة وحال لحيته ولابس لي طقم فرنجي وتيابه ضيقة وبيجي بيقول لي خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقائد. يروح شيل السيجارة من تمك، روح شيل السيجارة من تمك. بدك تعيد الخلافة الإسلامية وحاطط السيجارة بتمك وبتلبس لي طقم فرنجي وشايل لي لحيتك وما بتعرف بعلم الحديث أصلا. إن شاء الله يا أخ الوافق، أنت أصلا أنت شو عارفك بعلم الحديث؟ فلذلك إخواننا بارك الله فيكم، حياكم الله يا أخي، حياكم الله. إيه والله، شفت اليوم كيف شكله طالع لابس لي الأبوعة، أبوعة التلاميذ اللي متخرجين اللي أخذين دكتوراه تلاميذ الصغار. يانوسو شو شكله حلو، يانوسو. ايه، بس هو قبل جامعة ليفربول كان بلادي، كان بنادي اللايونز والروتري، والممثلين والممثلات عم يغنوا له يغنجوه: هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو. واخذ المهمة عنه الان المسكين، والله هذا، والله والله افضل وصف يوصف به هذا احمد الطيب بالمسكين، مسكين ما بيعرف شيء. ولك بدلوا على الجمعة احسن منه، ولك على الجمعة والله افضل منه بكثير، بالرغم من انه هداك. نعم، ولذلك حقيقة زعماء حزب التحرير حقيقة في عليهم إشكال ومشبوهين، يعني بتشوفوا تلاقيه غامض مين واضح، ولباسه ما يمتاز، يعني ما يمتاز بلي نحن ما بدنا يمتاز عن الآخرين مثل ما بيعملوا الأحباش ولا الرافضة، لا، بدنا يكون سمته سمت إسلامي، شكله شكل إسلامي،
مش بيشبه المجوس بيربي له لحيته، وإذا شرب شوربة شوربه بصير شكله شكل زي الشوارب، بصير زي الشوربة. يعني سبحان الله، هدول اللي بدافع عن علم الحديث، هذا اللي حال لحيته وبيشرب شوربة وبتصير الشوارب زي الشوربة، هذا اللي بدافع عن علم الحديث، هذا اللي بده يقود أمي، هذا اللي بيقول أمي. النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن النظر إلى رسولي فارس لأنه كانوا حالين لحاهم، كانوا حالين لحاهم. كيف هذا بدهم يقيموا دولة؟ وتلاقي واحد منه حامل سيجارة، روح شكل ضغط اقتصادي على أمريكا بإيقاف شراء عرب المربورة والوينستون والألأن. نعم. فلذلك نقول أنتم لستم من أرباب الحديث، أعطونا يا حزب التحرير، أعطونا محدث من حزب التحرير، أعطونا محدث من حزب التحرير. أوكي، وين كتبكم؟ وين مشايخكم؟ وين علماء علم الحديث؟ ولك قبل ما تقولوا إنه ما ناخد، طيب أعطونا بديل. مش أنتوا بتقولوا ما ناخد بالعقيدة المتواتر، يلا اعملوا لنا، اجمعوا لنا، اعملوا مع الأمة معروف. ها عم تسمعوني يا أخوان؟ اكتبوا لي واحد، اكتبوا لي واحد الله يحفظكم. اعملوا مع الأمة معروف، مش بس تقولوا للأمة بس تثيروا شبهة وتشككوا الناس في دينهم. يلا تفضلوا، مش انتوا قلتوا ما بتاخذوا بالعقيده ولا بالمتواتر؟ اعملوا لنا كتاب الان حوالي 100 صفحه، بس 100 صفحه بدنا كتيب يجمع العقيده الاسلاميه فقط من خلال الروايات المتواتره. هل سوف تفعلون ذلك؟ لن تفعلوا. شاطرين بس يطلع لي زعيمكم من عكا، ويشكك بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتساووا حزبكم زي مطحنة للدعاة والتائبين والمقبلين على الله والذين يتوقون لإقامة الدولة الإسلامية، بدل ما يكون عندكم مشروع إيجابي لإعادة الخلافة، بتمكنوا الحكام والطواغيت منهم وبصير أكثرهم في السجون المعتقلات. بترجع بعدين بتروح على طاجكستان وبتلعب اللعبة نفسها، وتكتظ السجون بالمعتقلين من الشباب الطيب المتحمس المنخدع بدعوتكم، ثم بتروحوا على بلد آخر، وهكذا تبحثون عن مناطق يغلب عليها الجهل ولا تعرفون على حقيقتكم، وتتسببون فقط في اعتقال الشباب الطيب الذي تأثر بصرختكم خلافة. هذا الذي يحدث.